أظن بأن اليوم اللقاء كان مع المنخرطين هو كان لقاء إيجابي، كان أولا للتواصل مع المنخرطين، وكذلك كان باش نتكلموا على مستقبل الفريق إداريا ماليا اقتراحات. كانوا نقاشات إيجابية، كانوا نقاشات اللي غادي يعطيوا واحد المستوى لنادي الرجاء الرياضي. إن شاء الله هذا اللقاء كنتمنى أنه كيف ما داز في جو أخوي، أننا إن شاء الله نباشروا لقاءات ديال الإياب في واحد المستوى كبير مع اللاعبين، ويقدموا داكشي اللي بغى الجمهور ديال نادي الرجاء الرياضي. تكلمنا أيضا على الأكاديمي اللي هو مشروع استراتيجي ديال نادي الرجاء الرياضي، مابقاش له بزاف كما قلت بها حنا في الأنفاس الأخيرة باش نخرجوا المشروع للوجود إن شاء الله.